إطار سياسة التواصل التي تحط عليه جامعة عبد الملك السعدي، ارتأيت أنا والطاقم ديال الجامعة على أننا ننظموا هذه الندوة الصحفية وهذا اللقاء الصحفي مع تلة من صحفي المنطقة والجرائد الوطنية والمقروءة وكذلك الرقمية، لإعطاء واحد النبدة حول مشروع تنمية جامعة عبد الملك السعدي لمرحلة 2015-2018. انتم تعرفوا على انه كان هناك اعاده تعييني على راس هذه الجامعه بعد 4 سنوات التي مضيتها في تسيير هذه الجامعه. ففي هذه المناسبه قدمت واحد العرض في حصيله ما قمنا به على مستوى الجامعه وبكل مكوناتها في ال4 سنوات، ليس فقط على المستوى الاكاديمي ولكن كذلك على البحث العلمي، بتطوير بحثنا عرضنا التربوي وتنويع بحثنا العلمي وخلق وارشاد وترشيد مواردنا العلميه وتحسين حكامتنا باعتماد يعني بعض البرامج المعلوماتيه المهمه، ليس فقط على المستوى البحث العلمي ولكن كذلك حتى في تسيير الميزانيات الجامعة. وطبعا قدمنا فيما بعد بعد هذه الحصيلة قدمنا مرقمة، قدمنا بعض المشاريع أو التي سنعتمدها في المشروع ديال 2015-2018 والدعامات وكذلك الاستراتيجية التي سنعتمدها في 3 محاور: محور الحكاماتي وطبعا كذلك المحور التربوي والبيداغوجي ومحور البحث العلمي. المهم يعني اذا باش نلخص، هو اهم الاشياء التي يمكن نلخصها هو المشكل الذي تعرفه الجامعه هو الاكتظاظ، واول قرار اللي خديناه هو اننا غادي نحاولوا نتصدوا لهذا المشكل بخلق سنويا 2 ديال المدرجات بطاقه استيعابيه ديال 300 لكل واحد منه، زائد مرفق بيداغوجي الذي يستقطب 200 يعني مقعد، معنى انه سنويا غادي نزيدوا في الطاقه الاستيعابيه 800 مقعد ان شاء الله. ولما نعرف ان كل مقعد يسع لطالبين ونصف، فهذا كيعرف ان معنى انه 2000 مقعد سنويا على 4 سنوات، معناه 8000 مقعد جديد.